يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وبارد في فترات الليل والصباح الباكر على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 25، الصغرى 13، الإسكندرية 22 12، مطروح 20 10، بورسعيد 21 13، والإسماعيلية 25 11. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 25، الصغرى 12، العريش 23 12، طابة 26 14، وشرم الشيخ 29 17، والغردقة 28 14. أيضا الأقصر العظمى 33، الصغرى 13، أسوان 34 14، الوادي الجديد 33 14، شلاتين 31 15، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى 16. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.